الشناوي، الشناوي على المنصة، ناوي إن شاء الله. محمد الشناوي كابتن الفريق وحارس المرمى الكبير، قال لك الأهلي والترجي دول فرقتين كبار يا جماعة من كبار أفريقيا، ودايما أنا متعود على إن الماتشات بتاعتنا مع الترجي متكافئة وصعبة. قال لك إحنا بنحترم كل الفرق اللي بتلعبنا، بس كمان شايف إن المباراة اللي جاية دي هي الأهم لينا، لأن إحنا بنبحث إزاي نصعد للنهائي. رد على سؤال على احتمالية غياب معز بن شريفية الحارس التونسي الدولي الكبير وحارس الترجي، فقال الشناوي إنه معز بن شريفية عنده خبرات كبيرة جدا وحارس دولي، لكن قال لك الترجي زي الأهلي عنده قائمة كبيرة فيها لاعبين كتيرة قادرة تعوض الغيابات. ياما شفنا في حراسة المرمى أيوه الحارس اللي ينظر إليه إنه الحارس البديل يعمل تألق غير متوقع وغير مسبوق. يعني بيبقى عنده من الدوافع جعان لعب بقى وعايز يثبت وجوده. ايوه. لا مش معنى كده ان في ازمه عند الترجي، لا. طيب قال كمان الشناوي التوفيق ان شاء الله في الفريق، لو كنا في تركيز احنا نكون الفريق الاكثر تركيزا في هذه المباراه، وبيأمل انه الاهلي يرجع من تونس باذن الله بنتيجه كويسه يا رب.